أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى من كتاب الكافي الشريف الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية قال قلت ميتة كفر قال ميتة ضلال قلت فمن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية فقال نعم. ذكرنا أن هذا الحديث من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية حديث متفق عليه روته العامة والخاصة بألفاظ مختلفة. ورسول الله صلى الله عليه واله قد ذكر هذا المعنى في موارد متعددة بألفاظ مختلفة تركيزا له في اذهان المسلمين ومن الفاظه ومن مات وليس في عنقه بيعه لامام مات ميته جاهليه هذا الحديث الشريف وهو الحديث الثاني من احاديث هذا الباب تأكيد لهذا المعنى. ابن ابي يعفور وهو من اجلاء اصحاب الامام الصادق عليه الصلاه والسلام. يسال الامام الصادق عن هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه واله. لانه كان يستغرب معناه. اهل الجاهليه ميتتهم ميتة كفر، ميتة ضلال. كيف يكون مسلم يتشهد الشهادتين ولكنه لا يعرف امامه؟ هذا يكون كأهل الجاهلية. فيسأل هل هذا الذي لا يعرف الامام ويتشهد الشهادتين هذا كافر بمعنى انه يجري عليه احكام الكفار في الدنيا الجواب كلا وذكرنا تفصيله فيما مضى كل من يتشهد الشهادتين ولم يكن غاليا او ناصبيا فهذا الانسان محكوم عليه بالاسلام في الدنيا ويجري عليه ما يجري على المسلمين وله ما لهم وانما الكلام في ان هذا الانسان في يوم القيامه يحشر مع الكفار يكون من اهل النار لان رسول الله في الحديث المروي الذي رواه الفريقان يقول ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده فاذا في يوم القيامه يكون مع الكفار هذا هو المقصود بالحديث الشريف كالمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الايمان هو باطنا كافر لكنه في الدنيا يحكم عليه باحكام الاسلام في التناكح والتوارث وما الى ذلك من احكام لكن في الاخره إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. <applause> يعني شنو وهو خادعهم؟ يعني يحكم عليهم في الدنيا بأحكام المسلمين وفي الآخرة بأحكام الكفار. سألت أبا عبد الله عن قول رسول الله من مات وليس له إمام. فميتته ميتة جاهلية أو فميتته ميتة جاهلية، إما بالإضافة إما بالتوصيف. ابن أبي يعفور مستغرب من هذا الحديث، قلت: ميتة كفر، يعني هذا كافر في الدنيا يحكم عليه بالكفر، قال: ميتة ضلال. لا، في الدنيا لا يحكم عليه بالكفر. لكنه ضال كالمنافق الذي هو ضال في الظاهر مسلم لكنه ضال يعني في الآخرة يكون مع الكفار هسه ابن أبي عبو فوري يريد يتأكد يقول هذا الحديث مخصوص بزمان رسول الله لأن الرسول كان رسولا إماما قد ذكرنا فيما مضى في بحث النبوة أن الأنبياء على طبقات. أكو نبي وليس برسول. وأكو نبي وهو رسول. وهناك نبي رسول وهو إمام. مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ثم الله سبحانه وتعالى أرسله إلى قومه ليهديهم. وبعد فتره طويله في اواخر عمره الله سبحانه وتعالى جعله اماما، واذ ابتلى ابراهيم ربه بك بكلمات فاتمهن. قال اني جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. فرسول الله محمد صلى الله عليه واله. نبي رسول وإمام هل هذا الحديث من مات ولا يعرف إمام زمانه أو وليس له إمام هذا الحديث خاص بالرسول صلى الله عليه وآله أو لا بعد الرسول أيضا هذا الحديث جاري من إمام زمانك قلت فمن مات اليوم وليس له إمام في هذا اليوم فميتته ميتة جاهلية؟ قال نعم، كلام الرسول ليس خاصا بزمانه. في زمانه من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه واله هذا واضح انه يموت ميتة جاهلية. وبعد الرسول من مات ولم يعرف الامام الذي يجب ان يعرفه في زمانه من علي بن ابي طالب عليه السلام الى الامام المهدي هذا ايضا ميتته ميتة جاهلية. الحديث الثالث عن الحارث ابن المغيرة او المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه واله: من مات لا يعرف امامه مات ميتة جاهلية. قال: نعم قلت جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه قال جاهلية كفر ونفاق وضلال الحارث ابن المغيرة يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن معنى هذا الحديث عندما يقول مات ميتة جاهلية أو مات ميتة جاهلية هل المقصود انه يعني فقط في مسألة هو جاهل أو لا هذا كأهل الجاهلية لأن الإنسان مهما أوتي من العلم قد يكون جاهلا ببعض المسائل لأن العلم لا نهاية له لا حدود له وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكل واحد من عندنا قد يجهل ببعض المسائل، وجهله قد لا يضر بعقيدته وعمله، إلا أن المسائل إما في أصول الدين أو في فروع الدين، والمسائل التي ترتبط بأصول الدين ثلاث أقسام، قسم لا يعذر فيها احد مثل التوحيد مثل النبوه مثل الاعتقاد باصل الامامه مثل المعاد يعني اذا واحد لا يعتقد بالتوحيد هذا كافر حتى اذا كان جاهلا قاصرا لا يعتقد بنبوه محمد صلى الله عليه واله هذا كافر لا يعتقد بالمعاد،, بالمعاد. هذا كافر <applause> هذه أمور لا يعذر فيها احد القسم الثاني من مسائل أصول الدين إذا الإنسان جهلها لا يضره ذلك لكن إذا علم بها يجب أن يعتقد بها إذا واحد يجهلها مو مشكلة، لكن إذا علمت أن رسول الله قالها، يجب أن تعتقد بها. هذا القسم الثاني، القسم الثالث، المسائل التي لا يضر جهلها، وحتى إذا الإنسان بخبر واحد علم بها أو ظن بها، لا بأس أن لا يذعن بها، مثل بعض تفاصيل القيامة مثلا في الجنة كذا اكو صفات الحور كذا في صفات الغلمان كذا هذا إذا واحد ما ما يعلم بها مو مشكلة علمها زيادة فضل زيادة درجة كمال لكن جهلها لا يضر وإذا في خبر واحد مثلا موجود أن صفة حور العين كذا وكذا وكذا هسه اذا واحد لا يذعن بذلك في قلبه مو مشكله الان هنا الراوي الحارث ابن المغيرة يسأل الإمام الصادق يسأل الإمام الصادق أنه إذا واحد ما يعرف إمامه هذا الجهل بمسألة لو لا هذا كالجاهلية الجهلاء الجاهلية الجهلاء هذه الجهلاء تأكيد للجاهلية مثل ليلى ليلاء جاهلية جهلاء يعني جاهلية قبل الإسلام مو أنه واحد مسلم معتقد سليم العقيدة والعمل يجهل مسألة الإمام يقول لا مو من هذا القبيل الإمامة أصل من أصول الدين ولا ينفع إنكار أصل حتى اذا اعتقد بسائر الاصول مثلا اذا واحد يعتقد بالتوحيد ويعتقد بنبوه جميع الانبياء لكن لا يعتقد بنبوه محمد صلى الله عليه واله ويعتقد بالعدل ويعتقد بالمعاد هذا لا ينفعه اعتقاده بالتوحيد ولا اعتقاده بالمعاد إذا واحد يعتقد بالله بالتوحيد ويعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه واله، لكن ينكر نبوة عيسى عليه السلام. هذا كافر. لا نفرق بين أحد من رسله. فالإمام يقول الإمامة ومعرفة الأئمة، الإمامة كأصل، والأئمة كأشخاص. هذا من أصول الدين الذي لا يعذر فيها أحد ومن لا يعتقد بها فهو على جاهلية جهلاء عندما الرسول صلى الله عليه وآله يقول مات ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية هذا المراد بالجاهلية الجهلاء يعني سائر أصول الدين من لا تقبل طبعا ذكرنا يعني في الآخرة في الدنيا يحكم عليه بالإسلام قلت لابي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه واله من مات لا يعرف امامه مات ميتة جاهليه قال نعم قلت جاهليه جهلاء او جاهليه لا يعرف امامه من يا قسم قال جاهليه كفر ونفاق وضلال هذا تأكيد جاهليه كفر يعني هذا باطنا كافر ولو ظاهرا محكوم عليه بالاسلام، باطنا كافر يعني شنو؟ يعني في يوم القيامة يكون مع الكفار. ونفاق وضلال كله. ويمكن هذا حسب اختلاف الاشخاص البعض عدم معرفتهم يؤدي بهم الى الكفر اذا كان ناصبيا. اذا كان يعلم بامامتهم وينكر. يكون منافق واذا لا مثل كثير من الناس هذا ليس بناصبي ولا انه يعلم وينكر حتى يكون منافق هذا ضال وكثير من الناس من هذا القبيل هم ناس مستضعفون والمستضعف إذا كان معذورا يعني جهله كان جهلا قصوريا هذا في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يمتحنه فإذا نجح في الامتحان يكون من أهل النجاة هذا بحث سيأتي إن شاء الله في كتاب الإيمان والكفر أن هناك قبل ما نبحث في المسلمين نروح إلى الكفار هناك من الكفار من هو مستضعف. يعني شنو مستضعف؟ يعني ما كان عنده طريق الى معرفه الحق بدون تقصير منه. ذكرنا مثال فيما مضى يوم بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه واله في مكه وحينما هاجر الى المدينه هناك في امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه كان ملايين من الناس يسكنون الهنود الحمر في استراليا في اقاصي الصين في الجزر النائيه كان هناك ناس يسكنون لم يصلهم الاسلام وليس بتقصير عنهم يعني ما كانوا يتمكنون من الوصول الى الاسلام ولا الاسلام وصل اليهم بدون تقصير منهم هؤلاء اذا يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يعذبهم هذا ظلم والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هؤلاء اذا واحد منهم مو خبيث بالذات وبحسب مقتضى عقل يعمل يعني ما يظلم ما يسرق وما الى ذلك خوش انسان هذا مستضعف والله سبحانه وتعالى في القيامة كما في الأحاديث الشريفة يخلق نارا ويأمر هؤلاء بدخول ذلك النار، تلك النار، فمن أطاع الله سبحانه وتعالى فيها كان من أهل النجاة، ومن عصى الله فيها كان من أهل النار. هذا كثير من المسلمين أيضا هكذا تشوفه انسان طيب حباب يصلي يصوم يحج مثلا يحب اهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يبغضهم لكن الحق ما وصل ليس بتقصير منه مو جاهل مقصر جاهل قاصر حسب تعبير الامام الصادق عليه الصلاة والسلام مثل بعض النساء التي كنا في عصره في ذلك العصر مرأة مستضعفة في خدر بيتها لا تلتقي بأحد لا أحد يلتقي بها أصلا لا تتمكن من أن تلتقي بأحد هي تؤمن بالله وبالملائكة وبالرسل وبالقرآن وتحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن لا تعتقد بإمامتهم جهلا قصوريا هؤلاء مستضعفون طبعا هذا مو معنى ان هؤلاء ليسوا بضالين او اولئك الكفار ليسوا بكفار، لا، ذاك كافر هؤلاء ضالون لكن معذورون، والله سبحانه وتعالى بلطفه وعدله يختبرهم مره اخرى في يوم القيامه، لذا الامام يقول مات ميته جاهليه، قال جاهليه كفر ونفاق وضلال. الحديث الرابع من احاديث هذا الباب قال قال ابو عبد الله عليه السلام من دان الله بغير سماع عن صادق الزمه الله البته الى العناء ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك وذلك الباب المامون على سر الله المكنون الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في سورة التوبة. هذه الآية تدل على لزوم أن يتبع الإنسان المعصوم. لأن الله حينما يقول كونوا مع الصادقين يعني الزموهم اتبعوهم. امر الله مطلق يعني كن معه في كل شيء زين اذا هذا مو معصوم قد يخطئ واذا اخطا وانت تعلم بانه اخطا هل يجب عليك ان تتبع تتبعه او يجب عليك ان تخالفه اذا تعلم بانه اخطا في مسائل الدين ويجب عليك ان تخالفه لان الانسان لازم يتبع الحق مو انه يتبع الرجال فإذا الآية عندما تقول وكونوا مع الصادقين هذه آية مطلقة يعني كن معه في كل شيء ولا يعقل أن يأمر الله اتباع رجل في كل شيء إلا إذا كان ذلك معصوما يعني الآن احنا هل يجب علينا أن نتبع الفقهاء؟ إذا أنت مو مجتهد، يجب عليك أن تقلد فقيهاً أو تحتاط، طبعاً الاحتياط في كثير من المسائل غير ممكن. يجب أن تقلد فقيهاً. هل هذا الفقيه معصوم؟ لا، ما حد ادعى العصمة له. هو خبير في مسائل الدين وهو ورع. هل يمكن أن يخطئ؟ نعم، يمكن أن يخطئ. لذا تشوف مثلاً في بعض المسائل هناك اختلاف في فتاوى الفقهاء. الحق لا يكون إلا واحداً، زين أحدهما مثلاً قد أخطأ. هسه نفرض أنت علمت بأنه أخطأ في هذه المسألة. لو علمت، يجوز لك أن تتبعه كلا. مثلاً واحد من عدنا راح للاستهلال. في اخير شهر رمضان، وبعينه رأى الهلال، شاف الهلال هو بعينه. يعني ثبت عنده باليقين ان غدا هو عيد الفطر. زين، الفقيه فتح مجلسه، ديوانه، لكي يشهدوا له بالهلال. ما حد ما اجى شهد. هذا الشخص الواحد اجى شهد بس ما يكفي لانه اقل تقدير حسب مشهور الفقهاء لازم يكون الشهود اثنين شاهدان عادلان بس بعض الفقهاء قالوا اكثر لازم يكون الفقيه ما ثبت عنده الحكم الشرعي شنو هو الاستصحاب باشر يحكم بانه اليوم الثلاثين من شهر رمضان هو الفقيه يصوم والناس هم يصومون لماذا؟ لعدم ثبوت شهر رمضان عند الفقيه بس أنا اللي بعيني شفت الهلال يجوز لي أن أصوم؟ لا يحرم علي الصوم لأنه يوم عيد الفطر الصوم حرام نرجع إلى كلامنا طبعا هذا مو معنى أنه واحد يجي يخطئ الفقهاء ويحكي عليهم وكذا لا الأئمة أمروا باتباعهم الكلام فيما لو علمت بخطأ علمت مو مثل بعض الناس اللي بالأهواء والشهوات يفتح للقرآن ما يفهم الناس عن المنسوخ والخاص عن العام والمجمل عن المبين والمحكم عن المتشابه ثم يأتي ويحكي ضد العلماء مثلا لا وانما لو علم انسان عندما الله يقول وكونوا مع الصادقين هذا كونوا مع الصادقين امر مطلق يعني في كل شيء كن معهم فلا بد ان يكونوا معصومين لانه لا يعقل الله سبحانه وتعالى يامرك بان تتبع انسان في كل شيء حتى فيما علمت انه قد اخطا ولذا وردت روايات متعدده ان هذه الايه المعني بها الأئمة عليهم الصلاة والسلام، نحن الصادقون. زين. إذا واحد أجا يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن عن غير طريق الرسول والأئمة. هذا الله سبحانه وتعالى رتب عليه أثر دنيوي. الأثر الدنيوي شنو هو؟ أن هذا الإنسان يقع في مشقة. لأن الشريعة سهلة سمحاء بعث بالشريعة السهلة السمحاء الرسول والأئمة يبينون الواقع ذلك الواقع سهل سمح أما غيرهم فقههم فقه بشري هسه هالشكل اجى في رأيه في نظره يفتي بفتوى بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى فيوقع الناس في الصعوبة يعني مثلا الآن أنت تعال إلى فقه أهل البيت وفقه غير أهل البيت في فقه أهل البيت ما عندنا طريق مسدود بحسب الكتاب والسنة أنت تجري لكن في فقه غير, غير أهل البيت توصق لا طريق مسدود والحياة تكون صعبة، إما أن تخالف وإذا تلتزم حياتك تكون صعبة. يعني مثلاً الآن تعال في مسألة بسيطة. في فقه أهل البيت وهو فقه الرسول وفقه الله سبحانه وتعالى. الزواج جداً سهل. لكن في فقه غيرهم يحتاج إلى شاهدين. هذا يصعب الزواج. في فقه أهل البيت والرسول وفقه القرآن الطلاق يحتاج إلى شاهدين عادلين بشروط وأشهدوا ذوي عدل منكم أما في غير فقه أهل البيت أشك إذا صار عصبي وقال أنت طالق ثلاثا خلاص كيان الأسرة انهدم وكم من كيانات من الأسر انهدمت مثلا في فقه أهل البيت وفقه الرسول والقران مثلا الزواج المنقطع موجود فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن لكن في فقه غيرهم تحريم صاير يوصل الى طريق مسدود اما ان يزني اما ان يكبت مثلا نفسه وهكذا مسائل كثيره اذا واحد ما يتبع اهل البيت يقع في صعوبه هذه من الاثار الدنيويه هسه في الاخره ميتة جاهلية ذاك أثر أخرى هذا أثر دنيوي، من دان الله، دان يعني شنو؟ يعني عبد الله بغير سماع عن صادق، يعني عن إمام معصوم، ألزمه الله البتة، البت، البتة يعني شنو؟ يعني قطعًا، هذه الكلمة تستعمل في كل أمر يمضى ولا يرجع فيه، خلاص مقطوع. الزمه الله البت الى العناء ومن ادعى سماعا سماعا يعني علما او تجويز السماع من غيرهم او السماع على وجه الاذعان والتصديق ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك الله فتح باب هذا يفتح باب ثاني اشرك بالله سبحانه وتعالى إذا صفة خاصة بالله أنت أعطيتها لغير الله فهذا شرك. قد لا يكون شركًا جليًا مخرجًا عن الملة، لكنه شرك باطنًا. في يوم القيامة يكون مع الكفار. ومن ادعى سماعًا من غير الباب الذي فتحه الله. أنا مدينة العلم وعلي بابها. فهو مشرك. زين منو ذلك الباب؟ وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون، يعني علي بن ابي طالب والأئمة من بعده، عليه وعليهم جميعاً الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا باتباعهم، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.